سعيد صالح الممثل والكوميديان المصري الشهير الذي ولد في نهاية الثلاثينات من القرن الماضي، موهبة استثنائية أجمع عليها النقاد والجمهور، عفوية وحضور خاص وطاغي وغير مسبوق في الكوميديا المصرية والكوميديا العربية كذلك. حتى أن صديق عمره الفنان الكبير عادل إمام كان يقول عنه أنه قادر يضحك طوب الأرض، قادر يطلع على البيوت يخبط على الأبواب ويخلي الناس كلها في البيوت تضحك. وفي المشهد الأخير الذي جمع بينهما في فيلم زهايمر عام 2010، ورغم تاريخ الزعيم الطويل في التمثيل لم يتمالك نفسه وبكى عندما قال سعيد صالح: ابقى تعالى زورني يا محمود، ما تعملش زي عيالي. فما الذي حصل مع سعيد صالح؟ ولماذا لم ينل حظه من المجد والنجاح الذي ناله عادل إمام؟ ما هو السبب؟ هذا ما سنعرفه الآن. في بداية الثمانينات قدم الفنان سعيد صالح مسرحية لعبة اسمها الفلوس، وكان يقول فيها إفيه خطير جدا. يقول: أمي تجوزت ثلاثة، الأول وكلنا المش، والثاني علمنا الغش، والثالث لا بهش ولا بنش. وكان يقصد بها رؤساء الجمهورية الثلاثة الذين مروا على مصر: جمال عبد الناصر والصعوبات الاقتصادية، وكلنا المش، أنور السادات والانفتاح الاقتصادي علمنا الغش، والثالث هو حسني مبارك لا بهش ولا بنش. وعلى إثر ذلك تمت محاربة الفنان سعيد صالح ومضايقته كثيرا، حتى أنه سجن بتهمة التعاطي الحشيش، واضطربت حياة رجل بشكل كبير، ويقال أنه حرم من الكثير من الأدوار بسبب ذلك، وسجن حتى عدة مرات بتهمة الخروج عن النص. لكن مرسي الزناتي وسلطان السكري بقي حيا وسيبقى في ضمائر الناس لسنوات طويلة. وهذا هو الحب الذي لم ولن تستطيع الأجهزة القضاء عليه. وداعا سعيد صالح صانع البهجة الكبير الخالدة بالمحبة والفرح في القلوب. وداعا سعيد صالح